احترج. انا عايز اخد من كلامه اهم نقطه قالها، قال ان كل الاحتمالات متاحه بكره او موجوده في مباراه الاهلي والترجي، وضرب مثل بمباراه الترجي وبالذات مباراه العوده اللي كانت في تونس بعد ما كان الترجي خسران في الجزائر 2-0 ورجع على ملعبه كسب 2-0. هو ضرب المثال ده علشان الترجي رجع في الدقائق الاخيره من عمر المباراه. ده مثل اكيد هو اتكلم مع لعيبته النهارده على المباراه دي وازاي رجعوا في الثواني الاخيره. النهارده لما بتقدر تشحن اللعيبه والمعنويات والناحيه النفسيه للعيبه بتضرب لهم مثل بمباراه كانت قريبه كانوا هم موجودين فيها وقدروا يكونوا موجودين في البطوله مره اخرى. المباراه دي لو كانوا خسروا فيها 1-0 كانوا خرجوا بره البطوله، لكن قدروا يرجعوا في الثواني الاخيره، وده المثل اللي ضربه معين الشعباني لفرقته وبقول كل الاحتمالات موجوده. معين الشعباني في دماغه دلوقتي عايز اقول لحضراتكم ايه اللي بيدور في دماغ معين الشعباني. كل مدير فني اكيد قبل المباراه بيحضر لكذا سيناريو او كذا اسلوب او كذا طريقه ممكن يلعب بيها بكره ان شاء الله قدام النادي الاهلي. اول طريقه او اول تشكيل متوقع لمعين الشعباني اللي ممكن يلعب بيه بكره، ممكن معين الشعباني يلعب زي ما لعب في تونس طريقه 4-3-3. هستعرض مع حضراتكم برضو اسماء لعيبه الترجي اللي ممكن بيدور في ذهن معين الشعبان. معز بن شرفيه ده الحارس الاساسي هيكون موجود، هيلعب ورا 4-3-3 في خط الظهر، حمدي النقاز ناحيه اليمين، عبد القادر بدران وخليل شمام والياس شتي. في خط الوسط كولوبالي قدامه اثنين، عبد الرؤوف بن غيث ومحمد بن رمضان. الثلاثه الخط الامامي انيس البدري على اليمين وحمدو الهوني على الشمال وخالد عبد الباسط. الخط الامامي عندنا انيس البدري وحمد الهوني، الاثنين دول ليهم الاريحيه النهارده انهم بيغيروا مع بعض في الجانب الامامي، يعني ممكن في المباراه نشوف انيس البدري جه ناحيه الشمال قدام الياس شتي وحمد الهوني يجي ناحيه اليمين، عندهم حريه الحركه، عندهم لا مركزيه في الحته الاماميه. ده الشكل اللي لعب بيه هناك معين الشعباني في تونس. العنصر الوحيد اللي هيدخل خليل شمام، ده مكان اليعقوبي اللي عنده كورونا. خليل شمام هو برضو أحد العناصر الأساسية في فريق الترجي. العنصر الثاني أنيس البدري، أنيس البدري نزل الشوط الثاني ممكن يبتدي بيه المباراة، يبقى قوة هجومية لفريق الترجي. فده شكل متوقع أنه يلعب بيه معين الشعبان. لكن الشكل الأكبر بقى أو اللي بيدور بنسبة قوية جدا في دماغ معين الشعباني هو الطريقة الثانية اللي أنا هعرضها لحضراتكم دلوقتي، هي طريقة 4-3-4-2-1. ده اللي الكابتن وائل جمعه حتى اتكلم معايا في مداخلته، ده ممكن الشكل اللي يلعب بيه بكره معين الشعباني. زي ما احنا برضو قايلين معز بن شرفيه هو الحارس الاساسي في فريق الترجي، هو مش هيتغير، هو الحارس الموجود. يلعب ثلاثه في خط الظهر، حمد النقاز، عبد القادر بدران وخليل شمام، زي ما احنا شايفينهم كده بخط عرضي، خط عرضي ورا في خط الدفاع. دي الطريقه اللي احنا كنا بنلعب بيها زمان 5-3-2 او 3-5-2. هي حمد النقاز ورا كانه بيلعب دور المساك، حمد النقاز مش بيلعب باك رايت، وعبد القادر بدران وخليل الشمام. طيب هو بيلعب بالشكل ده ليه؟ علشان يدي الافضليه والحريه لسامح الدربالي اللي نزل في الشوط الثاني هناك في المباراه الاولى امام الاهلي انه يبتدي المباراه، يبقى موجود سامح الدربالي والياس شتي. النهارده يكون عندهم حريه الانطلاقات على الاطراف من ناحيه اليمين سامح الدربالي والياس شتي من ناحيه الشمال، ويكون عندهم التغطية في خط الظهر من الثلاثة اللي هيكونوا موجودين وثابتين في خط الظهر، حمدي النقاز وعبد القادر بدران وخليل شمام، وفي خط الوسط محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث. إذا النهارده في الطريقة دي كولوبالي مش هيكون ليه تواجد، اللي هيقوم بالدور الدفاعي في نص الملعب هو محمد بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث. الخط الأمامي ممكن يحصل فيه تغيير، حمدي الهوني ثابت وانيس البدري موجود، ويليام توجي. ويليام توجي هو لاعب افريقي قوي بيجري كتير، بيشاكس في كل كوره، شفناه في المباراه الاولى كان ناحيه علي معلول، في اخر المباراه خرج عبد الباسط المهاجم ولعب ويليام توجي. فممكن هو ده الشكل الاقرب لما يدور في عقل وذهن معين الشعباني، هو الشكل ده 3-4-2-1. الشكل ده هقول لحضراتكم تاني، دي التشكيلة الأقرب اللي ممكن يلعب بيها بكرة معين الشعباني. معز بن شرفية ثلاثة ورا، حمدي النقاز، عبد القادر بدران وخليل شمام، اتنين على الأطراف سامح الدربالي وإلياس شتي، واتنين في وسط الملعب محمد بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث،
والخط الامامي حمدو الهوني وانيس البدري، وهيستغنى عن عبد الباسط خالد عبد الباسط، وهيكون موجود ويليام توجي ممكن من بدايه المباراه. ده التشكيل الاقرب، التشكيل الاقرب لما يدور في عقل وذهن معين الشعباني. واكيد هنتكلم دلوقتي مع ضيوفي اللي هيشرفوني دلوقتي بعد الفاصل، كابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه عرابي، ولكن بعد الفاصل.